لكن مشاهدينا مش ضروري نهار التنين يكون هو اللور بادي وورك اوت. انا بالكالندر يلي حطيته معكم وحطيناه نحن وياكم بنجرب قد ما فينا مثل ما قلت بكل بساطه ما نخلي تمريننا يكون عشوائي. يعني انتم لازم تعرفوا نهار التنين انا وامين بنعمل هيك، نهار الثلاثاء نحن وامين بنعمل هيك، هيك بكون عنا اذا بدكم مثل رزنامه رياضيه بنشتغل عليها من التنين للجمعه لنقدر قد ما فينا نكون عم نتابع نشاطاتنا الرياضيه. كثير من المؤسف انه ما يكون او يكون حدا ما عنده اي نشاط رياضي خلال اشهر واوقات كرمال سنين، بالمقابل رح يكون عنده اكيد نشاط اذا بدكم حياتي ما بكون صحي ابدا. مشان هيك الحياه تبعتنا بتكون عم تعمل ديكريز بالصحه، بتكون عم تعمل ديكريز بحيالله شيء ممكن نحن نكون عم نعمله بحياتنا. مشان هيك لنحافظ على حياه كثير حلوه وهيك هيك عايشين نحن مثل ما دائما بقول، خلينا نعيش بكواليتي حياتنا وخلينا دائما نجرب فيزيكلي نكون حاضرين كرمال يتكمل مع الفكر تبعنا ونقدر دائما نكون عم نتمرن بطريقه صحيحه. رح بلش مع اللور بادي ورك اوت. انا الاكسسوارز مهمين كثير ما بكذب عليكم، في اعمل تمرين بلا اي شيء بالبادي ويت تبعي ولكن في اعمل تمرين احسن بكثير لما اكون عم بشتغل مع اكسسوارز. رح بلش بالساند باج انا من هون بطريقه اقدر احمل الساند باج. رح اعمل لفت لفوق ثبت ساند باج وادي 10 مرات سكواتس. واحد كنت عملت وورم اب وعملت ستريتشنج. اثنين ثلاثة المعدة مشدودة. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تو مور تو جو. تسعة دايما المعدة مشدودة. عشرة من هون فليب وعلى الأرض. برجع على سوباين بوزيشن مستلقي على ظهري اجري من هون كعب اجري قريبين على الارض المعده مشدوده. دائما بدي اسال حالي هالاسئله قبل ما اكون عم بدي الحركه. بعمل لفت لفوق بعمل سكويز وبرجع بنزل بخلي المعده مشدوده والبلي بطن تبعيتي الذكرى بسحبها لجوا كانه عم بدق بالسباين تبعيتي. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 5 more to go. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. عظيم. على مهلي شوي شوي من هون بساعد حالي لأوقف لأنتقل لحركة تانية. رح استعمل الرابر باند. بتلاحظوا كثير بدنا اكسسوارز منا يلي بيبقوا كثير هينين نحصل عليهم منهم بيبقوا كثير عندهم سبيسيفيكيشنز اعلى. مشان هيك لازم نجرب قد ما فينا نكون عم نحصل عليهم من هون. بوسع اجري ورح اعمل هلا وايد سكواتس بلا ما يكون عندي اي ويت بايدي بالبادي ويت تبعي من هون. واحد اثنين ثلاثة أربعة المعدة دائما مشدودة. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة. عظيم. بنتقل للفتنس بول. جرب أعمل اوتر ثايز مع الجلوتس اللي عملتها هلا. انا عم بعمل سكوات ستاتيكلي كنت فاتح اجري وفادي سمعان از ان ذا هاوس دائما بيجي بيعطيني سبورت هون. لازم يصير انزل لعندك انا ونعمل فقره باركود بس هلا لانه الي عم يجي يعني مش كلنا ما بدنا نعجق عليك. 3 4 المعده دائما مشدوده. 5 6 7 8 9 and 10 and 10 5 more. واحد كمان اثنين ثلاثة أربعة وخمسة.
تاني ميل يلي رح اعمله هلا رح خلي الحركه تصير كومبليكي اكثر بهالطريقه. بحط على ظهري وهيدي حركه بدها اكسسوارز بامتياز. لحط الكاونتر ريزيستنس باند بظهري رح اقرب لقدام لعند الساند باج. 3 ديفرنت اكسسوارز رح كون عم بستعملهم هلا. 3 ديفرنت اكسسوارز، اول شيء الكاونتر ريزيستنس باند، ثاني شيء عم بستعمل رابر باند لحطها باجريي، رح وسع اجريي من هون، رح شيل بعدني الساند باج بطريقه صحيحه، رح اعمل فليبنج لفوق، رح حافظ على هالبوزيشن ما خلي اصابع اجريي يقطعوا اكيد او ركابي ما يقطعوا اصابع الاجرين. من هون رح ادي واحد، رح اعمل تلت بالهيبس تبعولي لقدام لخلي الجلوتس كمان يشتغلوا. اكسلنت اكسرسايز. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة. شوي شوي ساند باج لقدام، رابر باند تبعت الإجرين لورا، بغير دايركشن تما اضرب اكيد بالساند باج. لانجز مره يمين مره شمال والمعده مشدوده. اب لفوق. اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانية، بحافظ على البالانس. تسعة عشرة. 10 more to go. Let's do it. واحد اثنين ثلاثة أربعة. وإلي أبو صالح كمان is in the house. والله شو هالجمعة الحلوة اليوم. يا ريت لبستوا تياب سبور وجيتوا تمرنتوا معنا بدل ما تفرجوا علي، انا صرت عم بحس حالي غلط هلا. تو مور تو جو، وان مور تو جو، بيرفكت. رح انتقل لحركه ثانيه للكابز، رح استعمل دمبلز هلا، رح اقعد على دولاب. فيكم تقعدوا على البنش، فيكم تستعملوا غير الدولاب اكيد. من هون بعمل ليفت بسيط لفوق. اثنين ثلاثة، عمل حركتين للكابس. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. شوفوا هلأ شو رح أعمل من هون. رح أعمل ليفت على رؤوس أصابيعي للكابس، وبالمقابل رح أطلع على كعاب إجرية للتيبياليس، العضلات المقابلة فوق التيبيا. Two more to go. And نحن مشاهدينا رح نروح لوقفة. Get fit, stay fit. مشاهدينا رجعنا معكم لننفذ بعض اكسرسيسات اكثر لللور بادي. رح نشتغل هلا على اكسرسيس شوي يكون اصعب من غيره، اكسبلوزيف. وقت احكي اكسبلوزيف يعني فيه شويه نط، فيه شويه ضغط اكثر على الجسم. بتعرفوا كيف نعمل ستيب لفوق عادي؟ رح اعمله هلا. انا رح اعمل جمب على الستيب، بس الجمب بحيل انواع الجمب ما لازم يكون فيه بلوك للجسم، يعني ما لازم نط بهالطريقه. وظبط هون، لازم دايما لما اطلع على دمبل لحط انا تحتها لتكون سيف اكثر، لحط على كرمال ما تكون عم بتزحط،
لما اكون عم بعمل حياه الحركه بده يكون في ابسوربشن. وقت احكي ابسوربشن يعني الحركه لازم عضلاتي هن يكونوا عم ياخذوا الشوك تبع النط. رح فرجيكم هلا رح نعملها 10 مرات انا وياكم. واحد بنزل لتحت سلولي، اثنين كمان، ثلاثه، اربعه، كل الاجر على الستيب لازم تكون، خمسه، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. إلي أبو صالح أنا بدي أقول لك إنه ما تجرب هلا، فكر لما تخلص السيشن شو رح يصير. أنت يعني قاعد عم تتشيطن هلا، فكر لما تخلص السيشن شو بده يصير. من هون ووكينج لانجز رح استعمل، من هون رح استعمل الميديسن بول 3 كيلوغرام. رح اعمل واحد، رح ابرم لهون انا وشادد معدتي وارجع اطلع لفوق، سويتش لتحت، رح ابرم لهون وارجع اطلع، سويتش، رح ابرم وارجع اطلع كمان اخر وحده، اب لفوق، بنتقل لتاني ميل هون على مهله، اب سويتش كمان وبطلع بالانس وبرجع بطلع لهون. فيري جود. برجع بنتقل لحركه على الارض، شيل ستيب على جنب، اون ماي باك، سوبين بوزيشن. برجع بذكر من هون على اجر وحده، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، one more، عشرة. لهون المعدة دائما مشدودة، كعب إجري دائما لازم يكون قريب شوي على الفاس، إجر لتاني فوق لتاني ميل، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، وعشرة. بياخد نفس عميق وكمان بطلع لأعمل تاني حركة. الحركة التانية اللي بدي أعملها بدها تكون شوي ستاتيك. بزيح الدولاب ومن هون حركتين، بحركه واحده لحط الميديسن بول بين اجريي، اعمل عليها سكويز، شغل الانر ماسلز تبعو الاجريي الانر ثايز، بس كون بنفس الوقت عامل سكوات اكسرسايز. من هون تقريبا 30% من وزن جسمي رح يكون عم بيعمل ابسوربشن على الفتنس بول. المعده دائما مشدوده، بياخد نفس عميق، برسم 90 درجة بإجري من هون، واحد بعد للعشرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، وعشرة على مهل. كل هالحركات اللي عم تشوفون مش ضروري كلهم تعملون، ممكن تاخدوا شوي منهم وتعملوا من ست لأربع ست ما بين العشر والعشرين ريبيتيشنز. هيك الشغل تبعكم لازم يكون. خلينا نروح هلا على ستيشنري او لانجز بارضي. بعمل بالس انا، بنزل وبطلع بس مش فول رينج اوف موشن، وما بغير البوزيشنز تبعو الاجريه. من هون بنزل لتحت، من هون بادي 10 مرات، واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، وعشرة على مهل لتاني ميل، وسع لهون، بنزل لتحت، واحد، اثنين، ثلاثة، ما بصدق، أربعة، كنتوا بس على الهوا لتعرفوا، 6 7 8 9 and 10. من هون على مهل بستعمل فتنس بول لأعمل شوية ستريتشنج للإنر ثايز تبعولي، واحد، اثنين،
ثلاثة بوسع أكثر، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة سويتش لتنين، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة على الخفيف هون، ستريتش، أصابع الإجرين لفوق، بعمل سبورت لظهري من هون، سبورت الأكبر بيكون لظهري بالناتشرال ألاينمنت يلي عم بعمله للأبر بادي، ومعدتي كيف تكون عاملة سكويز، سويتش كمان تحت، ستريتش. بدل عندي كوادريسابس، ناخذ نفس عميق، سويتش. نحن مشاهدينا فقرت بتكون خلصت لليوم، شوفكم بكره بي سبيشال ليديز، انا وايمان مظلوم، ترين هارد ترين سمارت، ثانك يو.